تقدم مشفى العيادة المشتركة الواقعة في فرايبورغ الجميلة بألمانيا بجوار الغابة السوداء للمرضى من كافة أنحاء العالم أحدث المعالجات التخصصية في مجال طب العظام في بيئة حديثة تضم أحدث المعدات. وقد أجرت العيادة القائمة منذ عام 1991 ما يربو عن 900 عملية زراعة للغضاريف، إضافة إلى إجرائها 2400 تدخل جراحي في العام، 400 منها لتركيب المفاصل الصناعية. تمتاز العيادة الشاملة بمنهجها الفريد الذي يركز على تقديم استراتيجيات العلاج المتنوعة، بحيث يمكن اختيار أنسب الحلول تبعاً لحالة كل مريض على حدة. إن العيادة المشتركة للعظام والمعتمدة وفقاً لضوابط وأنظمة صارمة تتعلق بالامتياز في الجودة الجراحية والتشخيص وإرشاد المرضى ودعمهم، تعالج المرضى وفقاً لاستراتيجية طويلة الأمد تقوم على الحد الأدنى من الغزوانية، غايتها الحفاظ على المفاصل والأنسجة الطبيعية والغضاريف. ويساعد الحفاظ على الجسم الطبيعي في منع هشاشة العظام والخسارة المبكرة للمفاصل، وفي نفس الوقت تجنب حدوث الندبات والالتهابات التي لا داعي لها، مع تسهيل التعافي بسرعة. لكل من الأطباء 9 العالميين في العيادة تخصصه النوعي المحدد، ويضم ذلك تخصصات علاج القدم والكاحل والركبة والورك والكتف، وكذلك مسائل عنق الرحم والفقرات. يقول الدكتور بيتر باوم مؤسس العيادة: لابد أن تعلموا أننا نبحث دائماً عن حل يحافظ بالحد الأقصى على المفصل، حيث أننا نحاول دائماً إيجاد حل بالحد الأدنى من الغزوانية يجنب اللجوء إلى الزرعات لأطول وقت ممكن. من الجوانب الأخرى التي تجعل العيادة المشتركة فريدة إلى حد بعيد، العناية الشخصية والفردية التي يتلقاها المرضى من الأطباء وطاقم العاملين على حد سواء، حيث يتعلم مدراء خدمة العملاء الودودون ما يحتاج إليه كل مريض ليشعر بالراحة، كما أنهم يتمتعون بالقدرة على التواصل والتراسل باللغة الإنجليزية والألمانية، إضافة إلى غيرهما من اللغات. فكلاوديا بونرت تتحدث الإسبانية، وسوزانا أكبيفور تتحدث الفرنسية، وآلا روغلوسكا تتحدث الروسية، أما رشيدة بدوي فهي متحدثة أصلية للغة العربية، كما يتحدث باقي طاقم العيادة المشتركة كلهم الإنجليزية والألمانية بطبيعة الحال، حيث تتم بكل سعادة تلبية أي متطلبات فردية قد يحتاجها المرضى كالحاجات الغذائية الخاصة أو طلبات الحصول على مقروءات بلغة محددة. فالمرضى يعلمون أنهم مميزون ولديهم اتصال شخصي بطاقم العيادة وبالأطباء القائمين على علاجهم. كما يجيد الأطباء في العيادة المشتركة اللغة الإنجليزية بطلاقة، كما يجيبون بملء سعة صدرهم على أي أسئلة قد يطرحها المرضى بهذه اللغة. فالتواصل الجيد باللغة الإنجليزية إضافة إلى غيرها من اللغات ضرورة حتمية، كون أكثر من 300 مريض أجنبي يعالجون كل سنة في العيادة المشتركة التي تبذل جهداً خاصاً لتبسيط عملية مجيء المرضى إلى ألمانيا للعلاج في العيادة. يقول دكتور باوم: لدينا هنا مرضى من كل أنحاء العالم، فعندنا مرضى من ألاسكا ومن كندا ومن نيوزيلندا، ولدينا مرضى من أمريكا الجنوبية، والكثير من المرضى من روسيا الذين يثقون بنا، كما أننا نسعد أيضاً لرؤية الكثير من المرضى من العالم العربي. وبالإضافة إلى تحدث طاقم العيادة المشتركة العديد من اللغات، فإنهم يساعدون المرضى على تسهيل عملية طلب التأشيرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وفي ترتيب إجراءات السفر بما في ذلك النقل من المطارات القريبة وإليها، ويعينون في تخطيط التأهيل بعد العمليات الجراحية، كما يقدمون الدعم والمشورة لتنظيم كل جانب من جوانب زيارة المريض، إضافة إلى أنه إن احتاج المريض إلى المرافقة من قبل العائلة أو الأصدقاء خلال إقامته يمكن أن يقترح الطاقم أماكن للمكوث في فرايبورغ وأشياء يقومون بها هناك، وهي تقع في قلب أوروبا على مسافة قصيرة من ستراسبورغ في فرنسا ومن بازل وزيورخ في سويسرا. كما أنه من الهام أن نسلط الضوء على جانب أخير يخص العيادة المشتركة، وهو شفافيتها التامة. يكفل القانون الألماني حقوق المرضى وأمانهم القانوني،
وبعكس معظم المستشفيات والعيادات، تدرج الأسعار بوضوح في الموقع الإلكتروني للعيادة المشتركة، بحيث يتسنى للمرضى أن يأخذوا فكرة واضحة جداً عن الجانب المالي لعلاجهم، وذلك بشكل مسبق قبل إقامتهم. ينصب التركيز في العيادة المشتركة على مساعدة المرضى من خلال إجراءات غزوانية بالحد الأدنى تحافظ على أكبر قدر ممكن من النسيج الطبيعي. فإن كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أو زملائك مشكلة ما، وكنت تعتقد أن كلينك قد تستطيع المساعدة، لا تتردد في استخدام استمارة قدم طلبك على الموقع الإلكتروني، وسيكون طاقم العمل الذي يتمتع بأعلى قدر من التدريب في عيادة كلينك سعيدين لتقييم طلبك والرد عليه، إما بالاتصال بك أو من خلال البريد الإلكتروني خلال يوم العمل التالي.